الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أتى المسبوق في الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل له أن يدخل مع الإمام أو ينتظر ويدخل مع جماعة أخرى؟ إذا كان يعلم أن هناك جماعة الذي يأتون ينتظر يصلون جماعة، أما إذا كان لا يعلم هناك جماعة وهو يدخل مع الإمام فيما بقي ولو قبل السلام يحصل على الفضيلة، ولا ينحرم هذا وهذا، ينحرم الجماعة وينحرم فضل الدخول مع الإمام فيما بقي.